بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر قناة الترافح على اتاحة هذه الفرصة، ونشكر اخوي ومساء الخير على اخوتنا الموجودين معك. طبعا تعرف انت الظروف اللي مرت بها جامعة الزاوية وطلبة جامعة الزاوية، من ظروف الحرب وظروف ثانية خارج الإرادة الجميع، وفي بعض الظروف الأخرى اللي هي عدم إنزال مستحقات طلبة جامعة الزاوية وتقصير من إدارة جامعة الزاوية. قررنا كمؤسسة نقابية في جامعة الزاوية وكاتحاد عام لطلبة جامعة الزاوية بعض العوامل المساعدة للتخفيف على الطلبة العبء من ناحية المالية. قررنا نقدم خطوة بسيطة لتعريفهم النقص في السيولة وعن المنحة متاعهم. طبعا بدأنا بخطوة سميناها بطاقة في الطالب. هذه البطاقة تميز الطالب عن باقي شرائح المجتمع، توفر بعض المصروف اليومي الشهري للطالب. طبعا حيث تميز تميز بتوفير له تخفيضات في الأسعار في بعض مراكز والشركات والعيادات والمحلات التجارية بنسبة يعني نقوله من 5% لعند 50%، يعني بعض العيادات في اللي 50 في اللي 30% في اللي 40%، فهمتني؟ نقول وقريبا سنتعاقد مع جهات أكثر وميزات أفضل للتخفيض للطالب. نعم، من أي رحم ولدت هذه الفكرة؟ طبعا هي مجموعة، تلاقينا مجموعة من الاتحادات. طبعا احنا كاتحاد عام طلبة جامعة الزاوية تلاقينا مثلا كفكرة، هي كانت فكرة جامعات قبلنا لكن حتكون يعني بتوسع أكثر بنطاق توسع أكثر، حتكون على جميع اتحادات على جميع كليات جامعة الزاوية لداخل مدينة الزاوية أو خارج مدينة الزاوية، حتكون على جميع الكليات. نعم. هذه الفكرة.